نبدأ في المباراة، أحد كان متوقعها تروح سداسية؟ بالبداية ما حد متوقع هذا الشيء، لكن ثبات الاتحاد والتحضير بالنسبة بعد قدوم المدرب، تحس الاتحاد أنه يعني متفوق في النتيجة حتى على الورق قبل ما تبدأ المباراة، ولكن أثناء المباراة ممكن الاتحاد كان 2-3، لكن النتيجة 6، يعني ما حد كان متوقعها، لكن متوقع الفوز للاتحاد.